على الجهة اليسرى يرفعها أوليفر رونالدو. يا له من هدف من كريستيانو رونالدو، يعبث بكل دفاع ريال ساراغوسا ويسجل هدفا رائعا، هو الهدف السابع لكريستيانو. طبعا لم يسجل سامع عن التسجيل خلال المرحلة الأولى، وعندما سجل أنسان الرباعية الأولى الكيفية التي سجل بها كريستيانو رونالدو، أولا توقف الكرة في وسط مجموعة من المدافعين بهذه الكيفية، تلاوغ الأولى والثانية وتسدد في شباك فارغة ليس في متناول أي لاعب يوقف كرة، ناف داخل منطقة العمليات أمام هذا الكم من اللاعبين ويختار الزاوية اللي نفذ منها ويسجل. قلت بأن كريستيانو رونالدو صام عن التهديف خلال المرحلة الأولى، وعندما سجل أنسان في الرباعية التي سجلها إيغوين وفاندرباخت، وهذا